ومعنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الفلسطيني السيد جعفر صدقة. أهلا بك سيد جعفر. سيد جعفر، يعني مصادرة 43 مليون دولار، يعني كيف ستؤثر على الميزانية الفلسطينية؟ بالتأكيد يعني الميزانية تعاني من عجز مزمن وأداء منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. كل دولار يشكل عبء إضافي على هذه الميزانية. نحن نتحدث عن إجمالي إيرادات لا تتجاوز 3 مليارات دولار، وبالتالي 45 مليون أو 43 مليون دولار وسبقها بحدود 12 مليون دولار شهريا مخصصات الأسرى واقتطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية. هذا بمجموعه يصل إلى حدود يعني كان قبل هذا القرار حدود 700 أو 70 مليون دولار، الآن ربما تجاوز 100 مليون دولار اقتطاعات هذه شهرية من ميزانية لا تتجاوز إيراداتها الشهرية 300 مليون دولار، بل نتحدث عن أكثر من 30% هذه الاقتطاعات على هذه الموازنة الصغيرة والتي تعاني من عجز مزمن. بالتأكيد ستترك تأثير على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وكما شاهدنا في يعني لاحظنا في الأزمة منذ شهر شباط حتى شهر أظن أيلول، نعم، كانت هناك أثرت على قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها. ربما هذه المرة لن تطال الموظفين. نتحدث عن 45 مليون دولار من إجمالي 140 أو 150 مليون دولار رواتب للموظفين وأشباه الرواتب في الشهر. بالتأكيد سيتحمل أو ستنقل الوزارة المالية أو الحكومة هذا العبء من النفقات الاجتماعية، تتحدث عن خدمات الصحة. يعني سيد جعفر، هذه الأموال التي تتم مصادرتها تشكل عبء على الاقتصاد الفلسطيني، لكن كيف يمكن للسلطة الفلسطينية يعني لربما أن تلجأ للقضاء الدولي، خاصة أن مثل هذه التصرفات من قبل يعني الاحتلال الإسرائيلي هي مخالفة للاتفاقيات الدولية؟ كيف يمكن أن تلجأ السلطة الفلسطينية للقضاء لحل هذه المشكلة؟ نعم، هناك خطة كانت في أوج الأزمة التي مررنا بها منذ شهر شباط، خطة لنقل الملف إلى محكمة التحكيم الدولي في 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 لاهاي، وأعدت بعض الملفات عن 8 قضايا أو 8 ملفات عالقة مالية مع إسرائيل، ولكن على ما يبدو أن هذا القرار أحبط أو تم التخلي عنه أو أجل عندما وصل الطرفان إلى تسوية في شهر أيلول، وسمحت هذه التسوية باستعادة جزء كبير من المقاطع على أمل إحياء هذه الملفات في إطار المفاوضات الثنائية بإحياء اللجان المشتركة، ولكن حتى الآن لم نلمس أي نتائج لهذه الاجتماعات هذه اللجان. بالعكس، هذا اليوم إسرائيل خطت خطوة أخرى تصعيدية في هذا الاتجاه، ربما ردا أو يعني في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لسحب الشكوى التي من أمام محكمة الجنايات الدولية وإجبار المدعية العامة على إغلاق هذا الملف التحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. هذا جزء من الضغوط، واضح أننا سنشهد المزيد من الضغوط خلال الفترة القادمة، وأقرب أو أكثر الطرق للضغط على السلطة الفلسطينية هي في مجال المقاصة واقتطاع المزيد من هذه الأموال. سيد جعفر، يعني كيف يمكن للحكومة الفلسطينية تجاوز هذه الاقتطاعات؟ يعني هل من خطط موضوعة؟ للأسف المشكلة منبعها سياسي وحلها يجب أن يكون سياسي. اتفاق باريس الاقتصادي وضع بيد إسرائيل قدرة كاملة على التحكم بهذه الإيرادات. أنت تتحدث عن 60% من الإيرادات العامة الفلسطينية هي تجبى من قبل إسرائيل بالنيابة عن السلطة مقابل عمولي
3% تمول تقريبا كل رواتب موظفي وزارة المالية الإسرائيلية، مع أنه الملف لا يحتاج إلى 3 إلى 4 موظفين للعمل به. نعم. هذه الصيغة في تنظيم نعم. إسرائيل بالتحكم بجباية هذه الأموال واحتجازها متى شاءت والإفراج عنها متى شاءت والاقتطاع بها كيفما تشاء، هنا منبع الخلل. هذا الواقع يجب أن يتغير إذا أردنا أن نخلص نعم. يعني من هذه المشكلة. حتى الآن إسرائيل حجزت أموال الأقمقاص منذ 94 حتى الآن حجزتها 8 مرات نعم. وفي مرة نعم. من المرات نعم. تجاوزت 16 شهر عندما في بعد انتخابات 2006 نعم. هذا الواقع إذن يجب أن يتغير. حله سياسي ويجب يعني منبعه سياسي وحله يجب أن يكون سياسي. وصلت الفكرة سيد جعفر. نعم، إذا المحلل الاقتصادي من رام الله سيد جعفر صدق، شكرا جزيلا لك.